اعتبرت الخارجية الأمريكية أن تصريحات معاون السلطة القضائية الإيراني محمد لاريجاني حول الأحداث المؤسفة للحادي عشر من سبتمبر تعد اعترافا إيرانيا بالذنب في تسهيل الهجمات الإرهابية. وصرح مصدر مسؤول بالخارجية الأمريكية بأن تصريحات لاريجاني تمثل اعترافا لما كانت تؤكده الحكومات الأمريكية منذ زمن طويل حول مساعدة إيران لمهاجمي القاعدة من أجل مرورهم عبر الشرق الأوسط. وأكد المسؤول أن هذه الأفعال دليل آخر على الدور الخبيث لهذا النظام في العالم، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على جبهات عدة لمواجهة الدعم الإيراني للإرهاب ولن تتردد في زيادة الضغط على طهران.